اوكي، في المحاضرة الماضية اللي هي كانت غير متزامنة، محاضرة اليوتيوب، يعني بلشنا في اللي هو الستاكس اند كيو، واخذنا او حكينا عن الاريز اللي هي طبعا اللي اخذناها في الشابتر السابقة. طبعا هو الشابتر 2 شابتر 3 كان كله اريز، يعني شابتر 2 اخذنا الامبلمنتيشن كيف نستخدم الاري، وفي شابتر 3 اللي اخذنا كيف نعمل سورتنج للاري، واخذنا كيف نعمل سيرشنج على الاري، واخذنا كيف نعمل الباينري سيرش والسيكونشال سيرش، كل هاي الاشياء. الان ايش اللي راح نبلش فيه؟ نيو داتا ستراكشر. الان الداتا ستراكشرز يعني بدنا نقارن بينهم بين الاري اللي احنا اوريدي لازم نعرفها الان. الاري الان يو كان تقدر تعمل كرييت الاري في اي بروجرام، اي ابلكيشن بدك اياها، وبتقدر تعمل اكسس لاي اليمنت في هذه الاري. اوكي، الاريز حقيقه يعني اتس فيري بوبولار واند فيري ايزي تو يوز، وهي بارت فروم اول البروجرامينج لانجويجز، بمعنى انه حقيقه هي يعني وكانك انت تتعامل مع داتا بيز، يعني يو كان انسرت اليمنت دايركتلي، ديليت اليمنت، يو كان سيرش، يو كان سورت، يو كان دو اني ثينج وذ الاريز. But it's not enough. The array is not enough. We need another data structure. عشان هيك في عنا شيء اسمه الستاك والكيو. الستاك والكيو حقيقة هما داخليا هما array، يعني from inside. وإحنا رايحين نعمل implementation باستخدام الarray أو باستخدام شيء اسمه linked list. بس you don't allow the user إنه يعمل access. يعني ما بيش access. يعني في الarray for example the accessing فيها تعمل إيش؟ constant time O1 تروح على ال element index 100 وبتعمل له ايش change، بتعمل له read، بتعمل له write، بتعمل له calculations، بتعمل اي شيء بدك فيه. اوكي، fast هي الاري، وفي عندك direct access to any element في الاري. بينما في الستاك والكيو طبعا هذول new two data structures الحين ناخذهم في هذا الشابتر الحين نحكي عنهم. الستاك والكيو داخليا هي اري، يعني inside from inside هي عبارة عن array، بس حقيقة restricted الاكسس تبعها restricted، يعني ما بتسمح انت لليوزر يعمل access لأي element بده اياه. في الستاك for example you only give access to the last element في الarray only، نسميه top. في الكيو he can access only the element اللي هو في ال first element اللي نسميه ايش the front of the array. طب كيف ممكن نعمل احنا ريستريكت على اليوزر انه ما يعمل اكسس على الاري؟ طبعا اتس فيري ايزي، انه بنعمل كلاس وبنحط فيها الاري تكون برايفت، وبعدين احنا نتحكم في الاكسس اللي هو زي ما بدنا عن طريق الميثودز اللي نحطهم بابليك. اوكي، هذا الحكي كمان شرح في اليوتيوب، يعني المفروض انه يكون الكل بيعرفه. الان المقارنه الثانيه هي الابستراكشن. ايش يعني الابستراكشن؟ abstraction مرت علينا، ويعني انا شرحتها في الداتابيز وفي الداتا ستراكشر وفي الاوبجكت اورينتد. دائما نحكي abstraction. مين بيعطيني indication او بيعطيني hint ايش يعني الابستراكشن مقصود فيها؟ اوكي، وين المشاركين؟ مين حاب الابستراكشن؟ طيب ممكن نحكي عنها اللي هي information hiding، ممكن نحكي عنها اللي هي abstraction encapsulation abstraction information hiding. حقيقة الابستراكشن المقصود فيها انه انت او كبروجرامر you develop the class، يعني بتعمل ايش الكلاس، بس حقيقة ال details of your class is hidden، يعني ايش اليوزر ما بيعرف عنهم. هو بيعرف يستخدم الميثودز اللي هو يعني بيكون عارف معروف. فور اكزامبل في ميثود اسمها بوش بوب، الامبلمنتيشن ما في داعي يعرفه، هو بس بيعرف يستخدم اللي هو الميثود. زي فور اكزامبل الفانكشنز اللي احنا نستخدمهم في اللي هم ان جنرال في الماثماتكس، الساين الكوساين كيف ينحسب في البروجرامينج لانجويج، ما بنعرف احنا نكتب له ساين، نكتب له سكوير روت، نكتب له الباور، وهو ايش بيعمل هاي الاشياء. فاذا هذا بنسميه ابستراكشن، انه الديتيلز از هيدن، الـ details are hidden. اوكي، ففي الـ abstraction في الـ array يعني low level، يعني ليش؟ لأنه حقيقة بتستخدم الـ array مباشرة، فأنت عارف شو الـ implementation تبع الـ array، وعارف الـ index تبعها كل elements، وعارف الـ size، وعارف الـ length، كل هاي الأشياء. بينما في الـ stack والـ queue
الابستراكشن بيكون هاير ليفل. ليش هاير ليفل؟ لانك انت بتعمل الكلاس، او الكلاس بتكون امبلمنتد وبتكون ايش هيدن، الديتيلز تبعونها هيدن فروم ذا يوزر. فور اكزامبل الستاك والكيو ممكن نستخدم فيها اري، وانت ما بتعرف انها اري، انت بتعرف انها ستاك، بتعمل بوش بوب، بتعمل الميثودز تبعون الستاك، بس حقيقه هي داخليه اري. او ممكن تكون شيء اسمه لينكد ليست، واللينكد ليست هي بديل، داتا ستراكشر بديل للاري. اوكي، الان سواء كانت لينكد ليست او سواء كانت اري داخليا كابستراكشن، واحنا ما بهمنا الديتيلز، احنا بهمنا انه الميثودز اللي احنا بنعرفها اللي هي في الستاك، اللي هي البوش والبوب والبيك وانسر. اوكي، فده هذا المقصود في الابستراكشن، وحكينا عنه في المحاضره اليوتيوب. الان نبلش في الجزء الاول، بارت فيرست بارت هو الستاك. ايش هي الستاك؟ الستاك حقيقه طبعا هي يعني بغض النظر عن التكنيكال امبلمنتيشن، داخليا هي عباره عن اري او لينكد ليست. الستاك هي عباره عن داتا ستراكشر. الداتا ستراكشر هذا يسمح اللوز يسمح انك تعمل اكسس اونلي لوان اليمنت اللي هو اللاست اليمنت انسرتد في هذه الستاك. يعني ما بيسمح لك تعمل اكسس للفيرست اليمنت ولا للسكند ولا للثيرد ولا للفورث، بس لللاست اليمنت يو انسرتد في الستاك. طب اوكي، الان فورا راح يتبادر لديك، طب كيف بدنا نعمل اكسس للاليمنت اللي قبل الاخير مش الاخير، اللي هو ايش هو حاطه في السلايد اللي هو السكند تو لاست. لازم نعمل ريموف تو ذا لاست، عشان ايش اللي هو السكند تو ذا لاست او قبل الاخير هو بصير ايش لاست، وبعدين نقدر نعمل له ايش اكسس. اذا ايش المبدا تبع الستاك؟ انه الاري احنا بنقدر نعملها اكسس تو اني اليمنت دايركتلي، بينما حقيقه في الستاك وي كان اكسس اونلي لاست ايتم انسرتد، بس اخر اليمنت عملنا له انسرت وي كان اكسس ات، يو كانت اكسس اني اذر اليمنت. اوكي، access to the second last، بدنا نعمل access للelement اللي بعده، we have to remove اللي هو last، فبصير اللي قبل الاخير هو last، فبنقدر نعمل له ايش access. طب اللي قبله نعمل remove، يعني حتى نعمل نضل نمشي في الستاك لازم نعمل remove عشان نعمل ايش او نسميها pop حتى نوصل لباقي elements تبعون الستاك. طب what's the idea، ايش هي الفكره، ليش راح ناخذ الابلكيشنز بعد شوي، الموضوع مهم جدا، والستاك is very important data structure، مهم جدا ان ناخذ نعمل access only to the last element في some applications real life applications system or computer system applications. طيب حتى نفهم الشغل تبع الستاك، لنفرض انه طبعا هنا حاط لك اللي هو في السلايدز اللي هو اليو اس بوستال سيرفيس. طبعا احنا ما بيهمناش اليو اس بوستال سيرفيس، خلينا نعتبر انه هذول مش اللي هم مش رسائل مش لترز، خلينا نفترض انهم كتب. فانت في عندك مجموعه من الكتب، ما يمكن هسه مش معكم كتب لانه اونلاين وهذا، بس حقيقه لما كنت تروح على المدرسه كنت تحط الكتاب الاول وتحط فوقيه الكتاب الثاني وتحط فوقيه عند التوب الثالث وتحط ايش عند التوب الكتاب الرابع. الان اي كتاب ممكن تعمل له اكسس، تقدر تيجي على الاخير وتشيله. طبعا منطقيا لا، لازم ايش تعمل اكسس لمين؟ للكتاب اللي هو ايش البوك، ذا لاست بوك يو بوت ات اون ذا توب. يعني اسهل واحد انك تعمل له مين اللي بيكون التوب اللي هو اخر كتاب انت حطيته على هذه المجموعه. فاذا انت حطيت كتاب بوك 1 بوك 2 بوك 3 بوك 4، بس حقيقه لما تيجي تعمل اكسس ما بتقدر تعمل اكسس للفيرست لانه صار في تحت صار ابوف او صار فوقه تقريبا 3 بوكس، فاذا انت راح تعمل اكسس تو ذا لاست بوك يو بوت ان ذس جروب. اوكي، إذا هاي المقصود إنه إيش اللي هي اللو أكسس أولي تو ذا لاست إليمنت، يعني ما بنعرف نعمل إيه للفيرست، نروح دائما وين لللاست. أوكي، طيب أوكي، إذا هذه الستاك. طيب إيش هو المبدأ تبع الستاك البرنسبل تبعها في الأيتيمز؟ ولاحظوا إنه الستاك اللي ما حكي عن ستاك، وحكي عن ستاك في أيتيمز، يعني زي الأري أوف أيتيمز، أري أوف إنتجرز، أري أوف نمبرز، أري أوف أوبجيكتس أند سو، وي هاف ستاك of integers, stack of doubles, stack of values, different values. الآن حسب اللي حكيناه قبل شوي، اللي احنا بنعمل له access اللي هو دائما ايش حطيناه اخر element فقط لا غير.
فإذا إيش هو البرنسبل تبع الستاك أو المبدأ تبع الستاك؟ البرنسبل of the stack is last in first out، بمعنى إنه last element inserted هو the first element to be removed from the stack. وطبعا بين قوسين لما نختصرها هذه LIFO شو بصير اسمها؟ LIFO. اوكي، فإذا إيش المقصود في LIFO؟ مين بحكي لنا؟ أحمد ينال. نعم دكتور. ايش المقصود في الليفو في الستاك؟ ليفو، ايش كلمة ليفو تعني لك؟ هسه حكيناها قبل شوي. كان شوي الصوت بيروح وبيجي دكتور من النت من عندي، ما ركزتش طيب مين كثير. بجاوبنا؟ طيب الليفو هي موجودة قدامك، حتى لو الصوت بيروح هي موجودة دكتور. قدامك. يس براءة بليز. last in first out يعني اخر اند اخر element انا بحطه هو ال element اللي انا بقدر اعمل له access اول اشي او remove من ال من الستاك. thank you براء، شكرا لك. فاذا yes last element بعمل له push في الستاك هو ال element اللي ممكن اعمل له access او delete or whatever. okay، فاذا last in first out، فاذا هذا المبدأ تبع الستاك. طيب okay، operations تبعون الستاك. خلينا نشوف الاوبريشنز. الاوبريشنز في عندي انا لما اعمل انسرت بطل تصير اسمها انسرت، ايش بنسميها في حاله الستاك؟ اللي هي بوش. معلش مسميناها بوش طبعا لانه بنحط شيء فوق شيء، فكان بنعمل ايش؟ بوشنج. اوكي طيب، فعمليه الانسرت صار اسمها ايش في الستاك؟ بوش. والميثود او الفانكشن راح نسميه بوش. عمليه الاكسس للاليمنت طبعا اي اليمنت يكون لاست، يعني ما بدي نعمل اكسس الا لللاست اللي هو موجود. خلينا نحكي اللاست دائما خلينا نسميه وين موجود؟ في التوب، دائما موجود في التوب اوف ذا ستاك، فبنسميها بيك. البيك شو بتسوي؟ تقرا هذا الاليمنت من غير ما تغير الستاك. البوش طبعا تعمل انسر، والبوب تعمل ديليت للاليمنت. ايش هو الاليمنت اللي نعمل له اكسس دائما؟ اللي في التوب، اللي هو ايش؟ اللي حطيناه اخر شيء اللي هو اللاست. فاذا اللاست خلينا change it to the top، وعملية ال insert نسميها push، والبوش وين بيكون دائما؟ في التوب. والبوب وين بيكون دائما؟ من التوب، يعني الديليت بيكون من التوب للإليمنت. وإذا بدنا نعمل access للإليمنت نقرأ اللي موجود في التوب بنستخدم method أو operation اسمها إيش؟ البيك. أوكي فإذا إيش هم البيسك operations للستاك؟ بهمنيش الديتيلز، ابستراكشن ما بهمني الديتيلز، اتذكر دائما ابستراكشن وي دونت كير اباوت الديتيلز، وي كير اباوت اللي هو ايش؟ البابليك اوبريشنز اور ميثودز. اذا البوش شو مكان الامبلمنتيشن تبعها؟ دائما اسمها بوش اللي هي تعمل انسرت للتوب اوف ذا ستاك. البيك شو مكان الديتيلز؟ الامبلمنتيشن ديتيلز ابستراكشن مالناش علاقه فيهم، دائما تعمل ريد من مين؟ من التوب اوف ذا ستاك، ايش الاليمنت الموجود في التوب اوف ذا ستاك. البوب تعمل ديليت، بس ديليت لمين؟ للاليمنت اللي موجود في التوب اوف ذا ستاك. ايش يعني التوب اوف ذا ستاك؟ يعني هو لاست اليمنت انسرتد في الستاك. اوكي واضحه الفكره؟ في حدا عنده سؤال؟ اوكي اذا ما في اسئله طبعا الابلكيشن. طب ليش هذا الحكي احنا بنعمله؟ واي وي دو ذس؟ طبعا في ابلكيشنز كثير. قبل ما نحكي عن الابلكيشنز خلينا نحكي فور اكزامبل، اذا دخلنا 10 20 30 معناته اذا بدنا نعمل بوب ايش راح يطلع معنا لكل الاليمنتس؟ راح يطلع معنا 30 20 10. لاحظوا انا عملت لهم انا ايش لما دخلتهم؟ بوش 10 بوش 20 بوش 30. لما اعمل بوب ثلاث مرات راح يطلع معي مش 10 20 30، راح يطلع بشكل معكوس ريفرس 30 20 10. فاذا حقيقه الستاك شو بتسوي؟ الفيرست ان لاست اوت او الليفو لاست ان فيرست اوت، اللي هي بتعمل لي ايش؟ ريفرس للاوردر اوف اليمنتس، يعني راح يطلعوا بطريقه عكسيه ما دخلناهم. اوكي فاذا ايش الابلكيشنز اللي ممكن نستخدمه من ريفرسينج الاليمنت ساري بهي الطريقه داخل الستاك؟ A lot of applications. For example الكومبايلرز، كلياتنا بنعرف الكومبايلرز. الكومبايلرز كلياتنا اشتغلنا مع الكومبايلر. ايش يعني الكومبايلر؟ مين بيحكي لي شو بيشتغل الكومبايلر؟ لما نكتب برنامج جافا او سي بلس بلس بنستخدم الكومبايلر. شو مهمه الكومبايلر؟ شو بيشتغل الكومبايلر؟
مين بيعطينا فكرة عن الكومباير شو بيسوي؟ مش هو اللي بنفس او الكودات اللي احنا مين البرمجية؟ لا مش بنفذ، اللي بينفذهم هو الاكسكيوتر. الكومبايلر شو بيسوي؟ انت لما تكتب كتبت كود وعملت له كومبايل، شو بيسوي الكومبايلر؟ في له غرضين الكومبايلر. اول وحده انه ايش، اذا في عندك ايرور شو فورا بيعطيك ايرور مسج، مش هيك؟ الشغله الثانيه اذا ما في عندك ايرورز بيعمل بيحول البرنامج تبعك للماشين كود عشان ايش، تو بي اكسكيوت. طيب خلينا نركز على انه ايش اذا في ايرور. اذا الكومبايلر بيستخدم فيها ستاك عشان نعمل بالانسنج للبرانسيس بريسز براكتس في البرنامج تبعك. تفتح قوس برانتس عادي، بريسز اللي هي هذول إشارة المجموعة، براكتس اللي هي سكوير براكت اللي هي إشارة القوس المربعة. أوكي، الآن حتى يتأكد الكومبايلر إنك سكرت هذا القوس، يعني كل قوس تفتحه سواء كان برانتس أو بريسز أو براكتس لازم تعمله كلوزينج، تسكر القوس هذا. وإحنا ومشاكلنا دائما في معظم البروغرامرز إنه إيش، بينسى يسكر القوس تبعه. فكيف الكومبايلر بعرف إنك أنت ما سكرتش القوس تبعك؟ باستخدام الستاك. كيف باستخدام الستاك؟ كل ما تفتح قوس بحطه في الستاك، لما تعمل كلوزنج بيشيله من الستاك. ففي نهايه البرنامج اذا كانت الستاك فاضيه معناته انت كل الاقواس اللي فتحتها سكرتها. اذا في نهايه البرنامج بعد ما عمل كومبايل لقى الستاك تبعت الاقواس لسه فيها اشياء مفتوحه، معناتك انت ما سكرتها، فبيعطيك ايرور. شوف يعني كيف يستخدم الستاك في عمليه ايش، انه بالانسنج، يعني ايش، ميك شور انه كل برانسيس او كل بريس او كل براكتس يو اوبن ات، ات ماست بي كلوزد. اوكي، واضحه الفكره؟ يو اوبن برانسيس بحطه في ستاك الكومبايلر، مش انت طبعا، الكومبايلر لما تيجي تسكر هذا البرانسيس بيطلعه من الستاك. في نهايه البرنامج اذا انا الستاك فاضي معناته خلاص كل اللي فتحته مسكرته. اذا كانت الستاك لسه فيها اشياء مفتوحه معناتك انت ما سكرتها، فاذا ايش، راح يعطيك ايرور. اوكي، إذن this is one of the اللي هما ال applications تبعون ال stack. simple statements ما راح نحكي عنها، هنحكي عن parsing arithmetic expressions. طيب كمان بيعمل evaluation ال expressions، يمكن نحكي له x plus y. yes، من خلال ال stack حقيقة ممكن نحولها لل postfix form. يعني إيش، بدل ما نكتبها x plus y شو بصير؟ x y plus الاكس والواي بحطهم بالستاك، بعدين اذا لاقى زائد بطلعهم بجمعهم، اذا لاقى ضرب بطلعهم بضربهم، اذا لاقى قسمه بطلعهم بقسمهم. فاذا ايش، بيستخدم الكومبايلر في عمليه ايش كمان، arithmetic expression parsing، يعني طلع النتيجه evaluating للاكسبريشن. طبعا كمان ايش، على replication of the stack بيعمل traversing للنودز of trees and the graphs. يعني trees، يعني for example ما بعرفش مرت عليكم trees او لا، اكيد مرت عليكم قبل هيك. خلينا نيجي على شجرة الخطة، تيجي على اللي هو اللي على المساق الأول، بعدين تروح على المساق الثاني، بعدين المساق الثالث. هي عبارة عن شجرة الخطة بتسموها أنتم. فإذا إذا بدك تعمل تريسينج لكل اللي موجود فيها، لازم تحط النود تروح على الشمال، بعدين على اليمين، بعدين ترجع على النود اللي هي الأصلية اللي كانت موجودة في الستاك. invoking methods مهمة جدا كثير هذه كمان في استخدام الستاك. كيف ممكن نستخدم الستاك في عملية invoking methods؟ حقيقة احنا خلينا كلياتنا ماخذين programming وبنعرف انه دائما نستخدم المين في البروجرامز تبعنا في الابليكيشنز. يس، المين بتعمل كول لميثود او لفانكشن ميثود 1. اوكي، اذا شو بيسوي الاكسكيوتر؟ بحط المين داخل ايش، داخل الستاك عشان ينفذها بعدين، عشان ما ينساها، عشان يعرف وين وصل الاكسكيوشن. الميثود 1 عملت كول للميثود 2، معناته الميثود 1 بحطها في الستاك فوق المين عشان بس يخلص ميثود 2 يعمل اكسكيوشن لمين؟ للميثود 1. طب ميثود 2 عملت كول لميثود 3، الميثود 2 بحطها في الستاك عشان ايش؟ لما يخلص الميثود 3 وين بيرجع؟ للتوب اوف ذا ستاك، بيطلع الميثود 2 ويعملها اكسكيوشن. بس يخلص الميثود 2 وين بيرجع؟ يروح على الستاك بيلاقي التوب تبعها اللي هو ايش؟ ميثود 1، فبيخلصها execution. بس خلص الميثود 1 بيرجع على الستاك بيلاقي جواتها المين، فايش بيكمل البرنامج. فانه ايش، عمليه الميثود كولز هذه ايش بيستخدم الاكسكيوتر، خلينا نحكي مش الكومبايلر، اللي هي الستاك. اوكي، اذا زي ما انتم شايفين يعني الستاك از فيري امبورتنت داتا ستراكشر
بشلي لما نستخدمه في الكومبايلرز ولما نستخدمه في الاكسكيوترز اللي هو الانفوكينج ميثودز وفي الكومبايلرز في البالانسينج بارنسز. اوكي طبعا هذه بات الستاك مطلوب اننا نعرفها وراح ناخذ بالتفصيل واحده منها او اثنين منهم بالضبط ونشوف البرنامج تبعهم كيف بيشتغل اكزاكتلي. اوكي فاذا مهم جدا ان نعمل اكسس لاخر اليمنت في الكومبايلرز وفي الاكسكيوتر. Any questions so far؟ مين في عنده سؤال لحد هون؟ اوكي اذا نرجع مره ثانيه، ايش هم الاوبريشنز تبعون الستاك؟ البوش اللي هي بتعمل انسرت للتوب، طبعا التوب اللي هو اللاست، اللي هو اللاست خلينا نحكي اللاست بوزيشن للاليمنت، مش الاليمنت نفسه، اللاست بوزيشن للاليمنت اذا كنا نستخدم للري. اذا البوش بتعمل انسرت وين؟ في التوب اللي هو اخر اندكس للاري. اوكي اللي هو ايش؟ التوب. طيب كيف ممكن نفهم هذا الوضع؟ طبعا في عندك هنا فور اكزامبل كمان، يعني هذا انا ذا اكزامبل مشارك انك تفهم اللي هو يشتغل بالضبط. نفرض انه اي واحد فيكم يعني في الحياه العمليه، هذا مش تكنيكال اكزامبل، هذا يعني بس اللي هو ايش عمليه يعني بس توضيح للريفاينج اللي هو كيف يشتغل الستاك. نفرض انك تشتغل على بروجكت معين، بس خلي اسمه بروجكت A. بعدين اجى يعني اجى البوس تبعك، انت في الشركه بتشتغل على بروجكت اسمه بروجكت A، اجى بعدين الكو وركر او المانجر او اي واحد اجى عليك وحكى لك والله بدك تساعدني في بروجكت B. اوكي بروجكت A معناته بتحطه على جنب وبتبلش تشتغل في بروجكت B. وانت بتشتغل في بروجكت B بيجي عليك واحد بيحكي لك والله انا بحاجه انك تشتغل معي على بروجكت C. اذا بروجكت B بتحطه وين؟ فوق البروجكت A وبصير تشتغل في C. الان بعدين بيجي واحد بيحكي لك ضروري جدا تشتغلي على بروجكت D، فالسي بتحطه فوق الـ في التوب وبتبلش تشتغل في الدي. اذا بس تخلص البروجكت دي وين راح تروح؟ على اي بروجكت؟ مين بيحكي لي؟ على A اذا على C؟ لا على C. على C، على C، على اللاست، لانه ايش؟ على التوب، هذا التوب اللي هو اللاست. فاذا البوش دائما وين بيعمل بوش؟ في التوب، في التوب، في التوب. فلما نيجي نعمل ايش؟ بيك او نعمل بوب، نيجي على ايش؟ على السي، نعمل بوب، فبتروح السي. بعد ما خلص السي نعمل ايش؟ بوب، بشيل البي، بعدين ايش الاي. فلاحظ انه احنا كيف بلشنا فيهم؟ اي بي سي دي، بس حقيقه كيف اشتغلناهم؟ دي سي بي اي، يعني بطريقه ايش؟ ريفيرس او معكوسه تماما. اوكي فاذا الستاك تشتغل بهذه الطريقه. والبوش دائما وين تعمل انسرت للإليمنت؟ مين بحكي لي حسب الترمينولوجي تبعت الستاك اللي حكينا عنهم؟ في البوزيشن توب. في البوزيشن توب. التوب طبعا احنا احيانا يمكن يصير في كونفيوجن، احكي احيانا بنحكي عن التوب اللي هو الإليمنت نفسه التوب، واحيانا بنحكي عنه البوزيشن تبع الإليمنت. يعني زي ما بنحكي عن الاري إليمنت، يعني اللي في الاندكس 10 هو الاندكس 10 هو البوزيشن، ال10 هي البوزيشن، بس الفاليو اللي موجوده في الاري 10 يمكن تكون something else اللي هي 5. اوكي فاحنا دائما مخربط بين التوب هل هو الاليمنت ولا هو البوزيشن. خلينا في الامبلمنتيشن راح تشوف انه هو البوزيشن، الاندكس تبع التوب ايش هو. اوكي الاندكس للاليمنت اللي موجود في التوب. اوكي طيب ممتاز جدا. فاذا هذه عمليه البوش. طيب البوب زي ما حكينا، البوب شو بتعمل؟ ديليت. لو هذاك اللي شفناه قبل شوي لما نعمل البوب راح نعمل بوب لاخر واحد اللاست للتوب اللي هو ايش؟ للدي. اذا عملنا كمان بوب تكون لمين؟ للسي. اذا عملنا كمان بوب تكون لبي. طب البوب شو بتسوي؟ تمام ريموف. ليش عملنا بوب؟ راحت الدي صارت السي اخر واحده. لما نعمل بوب راح يعمل اللي هي ديليت للتوب او الموجود في التوب اللي هي السي. لما نعمل بوب راح يعمل ديليت للبي الموجوده في التوب. بعدين ايش؟ البوب الاخيره راح تعمل ديليت للاي، وبنوصل الى حاله اسمها ايش؟ امبتي ستاك. ايش المقصود في الامبتي ستاك؟ انه ايش؟ التوب ما فيهوش شيء، يعني ما في عندي بوزيشن اسمه ايش؟ التوب، او التوب ما في عندي توب لهي الستاك، يعني الستاك فاضي. اوكي طيب الستاك از اولويز انيشيالي امبتي، دائما الستاك بتكون بشكل مبدئي ايش؟ مالها فاضيه امبتي. بلش نعمل بوش بوب بوش بوب بوش بوب.
طبعا الستاك دائما بتكون شورت. ليش شورت بتكون دائما في الابلكيشنز؟ لان انت دائما بتعمل ايش، ما بتقدر تعمل اكسس الى لوان اليمنت، عشان هيك دائما بتتكرر عندي ايش هي، بوش بوب، يعني بتحط فيها بعدين بتشيل منها، بتحط فيها بتشيل منها عشان توصل اللي قبلها. انسو عشان هيك دائما عمليه البوش والبوب، فبتكون الستاك او عدد الاليمنتس تبعون الستاك ايش بيكونوا مش كثار، لانه دائما عمليه البوب ايش بتعمل ريموف من هذول من هذه الستاك. اوكي طيب، any questions so far؟ مين في عنده اي سؤال لحد هون؟ واضح دكتور، ممتاز جدا، الحمد لله انه كل شيء واضح. طيب الان البيك اوبريشن حكينا عنها، البيك شو بتسوي؟ طبعا حكينا البوش تعمل انسرت في البوزيشن توب، البوب تعمل ديليت من البوزيشن توب. طب ايش هو البوزيشن توب؟ هو البوزيشن اللي حطينا فيه ذا لاست اليمنت، اخر اليمنت عملنا له انسرت في البوزيشن توب. طب البيك بتسوي مين بدنا؟ حكينا عنها قبل شوي في الاوبريشنز، اللي هي بتعمل اكسس اللي انا بدي اياه. ثانك يو براء، تعمل اكسس للتوب، للموجود للتوب اليمنت او الموجود في البوزيشن توب. اوكي، من غير ما تاثر في ايش في الستاك، يعني ما بتعمل ريموف. اللي بتعمل ريموف اللي هي البوب، اللي بتعمل انسرت اللي هي ايش بوش. البيك شو بتسوي؟ ولا شيء، بتخلي الستاك زي ما هي، بس بتروح بتشوف مين اكسس لمين، تعمل ريتيرن للإليمنت الموجود في التوب فقط لا غير، من غير ما تعمل ريموف، فبيضل موجود ايش في مكانه. اوكي، فاذا عملنا بيك 10 مرات شو اللي راح يصير؟ راح نضل نقرا نفس اللي موجود وين في التوب، لانها ما تغيرت الستاك. بس اذا عملنا بيك بعدين بوب بعدين بيك، ايش بصير؟ بنكون قرانا اول إليمنت، بوب حذفناه، بيك قرانا ايش الايمنت اللي قبله، بنكون هون قرانا ايش تو اليمنتس بهي الطريقه. اوكي، فاذا البيك ما بتعمل شيء في الـ في الـ في الستاك، اونلي ويل ريتيرن اور ريد اور اكسس اللي هو الايمنت الموجود في البوزيشن توب اونلي. فاذا بوش بيك وبوب، بدنا نعرف الفرق بينهم عشان بنعملهم implementation كمان شوي. okay. طيب بدنا نعمل implementation، لازم يكون في عندي الكلاس اسمها الستاك. حقيقة معظم لغات البرمجة فيها الكلاس ستاك، بس هذا لا يعفينا احنا كطلاب ان احنا ندرس او نعمل implement او develop لكلاس ستاك عشان نفهم بالضبط كيف تشتغل الكلاس. فيمكن elements نعمل class، we need to implement، نعمل java implementation للclass stack ولو موجود في الكتاب معنا اللي هو موجود في البوك، اللي هو implementation for the class stack. okay. طيب let's go through it. خلينا نيجي على هذا الclass stack ونحاول نفهم كيف عملنا الميثودز اللي حكينا عنها، اللي هي البوش والبوب والبيك داخل الكلاس ستاك. لاحظ هذه الكلاس ستاك اكس، ليش سميناها ستاك اكس؟ لانه حقيقه كلاس ستاك موجوده اوريدي في الجافا، عشان هيك انا ما بدي اعمل كونفيوجن بين الستاك اللي موجوده بلت ان في الجافا وبين اللي بدي اعملها انا اللي هي اليوزر ديفايند بنسميها كلاس، اللي احنا بدنا نعملها احنا مع بعض. فهذه اسمها الكلاس اللي هي ستاك اكس. اوكي، طيب ايش هي الفيلدز اللي انا بحاجه لهم؟ لاحظ انه انت بحاجه انك تحدد اللي هو الماكس سايز للستاك، قديش بدك اياها، 10 اليمنت، 20 اليمنت، 30 اليمنت في الستاك. فهون عرفنا فاريبل اسمه ماكس سايز. طيب حكينا قبل شوي انه الستاك داخليا هي عباره عن اري، عشان هيك كنا عملت اري بس عملتها برايفت، يعني ما حد بيقدر يعمل اكسس للاليمنت تبعون الاري الا من خلال الميثودز البابليك اللي هي البابليك بوش والبابليك بوب وهي الاشياء. فاذا هنا الابستراكشن الانفورميشن هايدنج، بقدر اعمل اكسس للايمنت الا من خلال الايش الاشياء اللي انا بحطها بابليك داخل الكلاس. اذا احنا بحاجه لاري نخزن فيهم الايمنت، ومش ممكن يكونوا مش اري، ممكن تكون شيء اسمه لينكد ليست، راح ناخذها لي في شابتر 5 اي ثينك، نفس الاري تشتغل. فاذا عرفت برايفت
وإيش الإليمنتس اللي بدي أخزنهم في الستاك هنا؟ هاي حددتهم long integer، يعني إيش هم of type long، فممكن يكونوا double، ممكن يكونوا object زي الأري بالضبط، ممكن تخزن هي أري أصلاً، يعني تخزن فيها أي type of elements اللي بدك إياه. طيب وبحاجة إني أعرف البوزيشن تبع التوب إيش هو، ليش؟ لأني أنا الوحيد الإليمنت اللي في الستاك أري اللي ممكن أعمل له access اللي هو في الindex top، فعشانك عرفته integer. فإذا التوب دائما بعطيني الاندكس لللاست إليمنت اللي هو موجود في الستاك، أو بمعنى آخر أدق اللي موجود في الأري. أوكي، إذا عرفنا دول 3 variables، لأن لما نعمل create لأوبجكت من الستاك لازم نعطيها السايز اللي هو ماخذينه على شكل S، اللي ممكن يكون 10 أو 20 أو 30، فالماكس سايز يساوي S. يعني إيش الأس؟ يمكن تكون 10، فإذا كانت معك إيش راح تكون الأريم شو تساوي؟ new long 10، راح تكون الأريم مكونة من 10 إليمنت. إذا كانت الأس 100 راح تكون 100 إليمنت، إذا كانت 20 راح تكون 20. أوكي؟ create نحكي عنه. طب في الكونستراكت لازم تكون بشكل مبدئي فاضية، يعني التوب على مين لازم يأشر؟ إذا أشر على الزيرو معناته فيها إليمنت في الإندكس زيرو، بس إذا حطيته توب إيكوال ماينس 1 معناتها فاضية، لأنه الماينس 1 مش إندكس، عشان هيك بنحط التوب إيكوال ماينس 1. أوكي، إذا هذا الكونستراكتر تبع اللي هو الستاك. طيب في أي سؤال على الكونستراكتر على الستاك؟ إذا التوب إيكوال ماينس 1 إيش معناها التوب إيكوال ماينس 1؟ معناته الإندكس تبع الإليمنت الموجود في التوب اوف ذا ستاك ماينس 1، ما في عندي شيء اسمه ماينس 1 في الاندكس. تذكروا الاندكس ايش بيكون؟ دائما لازم يكون من 0 واكبر، بوزيتيف، ولازم يكون انتجر. فاذا تكون ستاك فاضي لما يكون ايش التوب ايكوال ماينس 1. اوكي، فاذا ستاك لما نعملها كرييت بتكون ايش فاضيه، والتوب لا يؤشر ولا على اي اندكس داخل الاري، وبتكون قيمته ايش ماينس 1. طب اذا كيف بدنا نعمل بوش لايليمنت؟ إذا اليوزر هون عمل كرييت لأوبجكت من الستاك وبده يعمل إيش؟ بده يعمل اللي هو بوش لإليمنت. طبعا إيش الإليمنت اللي لازم أعمل له بوش؟ إيش التايب تبعه؟ حسب التايب اللي حددته أنا هون اللي هو إيش؟ لونج. فإذا الإليمنت اللي بدي أدخله في الستاك لازم يكون لونج. طبعا نسميه جي في الميثود بابليك void. طبعا بابليك ممكن نستخدمها من أي كلاس تانية. بدي أعمل بوش لعشرة، لمية، لألف، لوضع أي شيء بدك إياه، لإكس، بحيث إنه لازم تكون إيش of type long، لأنه أصلاً الستاك تبعتي تستقبل only long numbers. طبعاً ممكن تحولها لدبل هنا بصير تستقبل دبل، ممكن تحولها لobject person بصير تحولها بصير هنا إيش person. أوكي، طيب البوش كيف تشتغل البوش؟ خلينا نحكي، خلينا نفكر البوش كيف بدها تعمل. بدنا نخزن last element وين؟ في التوب، مش هيك؟ بس التوب عندي إيش بشكل مبدئي ماينس 1، فلازم أزيده 1 بلس بلس توب. فإيش بصير التوب هون عندي؟ كم بصير قيمته؟ مين بحكي لي؟ بتصير 0. أحسن، يس 0. إذا أول إليمنت راح أدخله في الإندكس 0، فإذا الستاك أري اللي هي الأري للزيرو شو تساوي؟ أول إليمنت عملت له بوش فراح يأخذ إيش؟ التوب 0. الآن إيش التوب تبع الأري تبع الستاك؟ زيرو. طيب ايش الاليمنت اللي موجود في الزيرو؟ هو ايش التوب تبع الستاك، هو فقط اللي تقدر تعمل له اكسس. طب لو عملت بوش لرقم ثاني، بوش لا انا عملت بوش ل 100 حطها في ايش في الزيرو، لو عملت بوش ل 200 طب راح يجي هنا كم التوب كان صارت قيمته زيرو، بس هنا هو عندي هنا زائد زائد جاي قبل التوب، فراح يزيد على التوب 1. كم راح يصير؟ زيرو زائد 1 1، بصير ستاك array 1 equal 200. فمين التوب صار الآن؟ أنا دخلت المية والمئتين، مين التوب اللي صار تبع الاري تبع الستاك؟ المئتين اللي موجود في أي index؟ بالindex 1 اللي هو توب 1، التوب يساوي 1. إيش يعني التوب؟ يعني الindex تبع الإليمنت اللي موجود فيه last element اللي دخلته اللي هو إيش؟ المئتين، وقيس عليها باقي الأشياء. أوكي، فإذا نلاحظ أن البوش مكون عادي بس من سطر واحد من الكود، stack array plus plus top equal اللي هو element بدعمل له ايش push. اوكي، طبعا اللي يعني plus plus top مفهوم من الجميع شو بتسوي plus plus top؟ اذا مش عاجبك
اذا مش عاجبتك بلس بلس توب تقدر تكتب هو تكتب هون قبل هون التوب ايكوال توب زائد واحد، بعدين تحكي له ستاك اري توب ايكوال جي. هون التوب المقصود فيها انه لازم نضيف عليها واحد قبل ما نخزن الاليمنت في الاري تبع التوب. اوكي اندكس. طيب لاحظ عندي هون اللي هو البوب. طب البوب شو بتعمل لي؟ بتعمل لي ريموف لاليمنت من الستاك. اوكي يعني بتعمل ريموف لاليمنت من الستاك. طب هذا الاليمنت اللي بدي اعمل له ريموف بدي اعمل له ريتيرن يعني بدي ارجعه، فعشان هيك الميثود اخذت هذا الشكل public long public long، يعني راح ارجع هذا الاليمنت لانه الاليمنت هو long، بيكون لانه كل الستاك اليمنت عباره عن long pop. طيب البوب شو بدي اسوي؟ طبعا الستاك هذا طبعا انه هذا كومنت طبعا انسى امره، هذا هون تابع للسطر هذا ريتيرن. ايش بدنا نسوي؟ ستاك اري للتوب اللي هو موجود في التوب اللي هو حكينا عنه قبل شوي، موجود في الواحد اللي هو الميتين شيك. اذا راح يعمل ستاك اري للاثنين اللي هي للواحد اللي هي كم 100، وبعد ما يخلص البوب شو بيسوي؟ التوب بصير اشر على اللي قبله عشان كان يعمل له ايش ماينس ماينس. اوكي فاذا حقيقه البوب شو سوت؟ نقصت من التوب واحد ورجعت الاليمنت القديم اللي كان في التوب القديم، عملت له ايش ريتيرن. فبالنتيجة النهائية انه التوب راح يصير قيمته، احنا حكينا انه صار كان زيرو بعدين صار واحد، هنا ايش راح يرجع لزيرو مرة ثانية. اذا مين التوب الان؟ مش المتين، المية الموجودة في الاندكس زيرو اللي هي التوب. ليش؟ لانه التوب عملت لها ماينس ماينس. اوكي بس قبل ما اعملها ماينس ماينس شو؟ طبعا الماينس ماينس جاي بعد التوب، عملت ريتيرن للإليمنت المخزن في التوب في الوان، وبعدين عملت الماينس ماينس للتوب. فراح يعمل ريتيرن ستاك اري للوان، وبعدين ايش لما تخلص هاي الستيتمنت التوب راح يصير قيمتها ماينس ماينس، راح يصير قيمتها زيرو. صارت اذا ايش التوب وين موجود؟ في اللي هو الزيرو. اوكي فاذا سطر واحد بس للبوب. واضحه البوب كيف تشتغل؟ واضحه دكتور. طيب اذا مش عاجبتك التوب ماينس ماينس تقدر تعمل انذر امبلمنتيشن، تقدر تحكي له اللي هو فور اكزامبل لونج اكس ايكوال ستاك اري اللي هو التوب، بعدين شو بدك تحكي له؟ التوب ماينس ماينس، وبعدين تحكي له ريتيرن اللي هو ايش ريتيرن الاكس اللي خزننا فيها الايمان. يعني تقدر يعني هاي عباره عن 3 ستيتمنتس كلهم حاطهم في 1 ستيتمنت. اوكي فللتسهيل راح احولها ل 3 ستيتمنت عشان تفهمها بشكل افضل من هيك. الآن البيك شو بتعمل؟ حكينا البيك ما بتسوي شيء، بتعمل بس ريتيرن للإليمنت اللي موجود في التوب. فإذا ريتيرن ستاك أري اللي هي اسم الأري للتوب. التوب اللي هو إيش؟ بيكون اللاست إليمنت إنسرتيد أو بوب أو بوشت داخل الستاك. طيب شوف كيف اللي يعني الميثودز is very easy to implement، سواء كانت البوش أو البوب أو البيك. ممكن نضيف other methods. كيف بدنا نعرف انها empty؟ public boolean is empty. boolean ايش معناته؟ راح يرجع لي true او false، راح يرجع لي return اذا كانت top equal equal minus one معناتها ايش؟ معناته معناتها فاضية، اذا راح يرجع لي true. اذا كانت ايش top equal minus one، اذا كانت top مش minus one zero or one or two راح يرجع لي false معناتها ايش is not empty. طيب كيف بدنا نعرف is full انها تعبت او لا؟ stack تعبت ايش معناته؟ وصلنا للماك سايز معناته ايش؟ again return اذا التوب وصل الماك سايز، طبعا احنا 10 اليمنت بس اخر اندكس اللي هو 9، فاذا كانت التوب وصلت لعند الماك سايز ماينس 1 توب ايكوال ايكوال ماك سايز ماينس 1 هذا يعني انها ايش؟ انها is full، يعني we can't push any more elements داخل هذه الستاك. اوكي إذا this is the very simple implementation for اللي هو الجافا for اللي هو الستاك. في حد عنده أي سؤال على أي جزء من هذول الميثودز؟ دكتور بس معلش تعيد آخر ميثود اللي هي is full. is full طبعاً الستاك إمتى بتكون full؟ يعني ما فيش مجال إني أحط فيها elements أكثر من هيك. طب كيف بدنا نعرف إنها full؟ لاحظ ان انا في هنا لما عملت كرييت للستاك خليت السايز تبعها الماكس، في شيء اسمه الماكس سايز يساوي اس، ممكن يكون 10 ممكن يكون 20. فامتى بتكون فل؟ لما تكون الماكس سايز
اللي هو ماكس سايز للاري، خلص يعني وصلنا لعند اخر اندكس في الاري. طب ايش هو اخر اندكس في الاري؟ اللي هو الماكس سايز ماينس 1، يعني اذا كانت 10 بيكون ايش اللي هو 10 اليمنتس بتكون من 0 ل 9 الاري تبعت الستاك اللي الستاك اري سميناها. فالان هون بنستخدم الاز فول. امتى الاز فول؟ انه ما في مكان. ليش ما فيش مكان؟ لانه التوب شو صار يساوي؟ اخر اندكس في الاري تبعت يكون ماكس سايز ماينس 1 اللي هو ايش الماكس سايز اللي هو عدد الاليمنتس تبعون الاري. الاندكس التوب بيكون بيأشر على اخر اليمنت في هاي الاري اللي هو ايش بيكون ماكس سايز ماينس 1. يعني اذا كان 10 بيكون التوب ايكوال 9، اذا كانت 100 الماكس سايز تبعت الاري بيكون التوب ايكوال 99. فاذا ما ظل في مجال نعمل ايش بوش لاذر اليمنتس، فالمقصود انها ايش از فول. فلان بنحكي له اذا كانت توب ايكوال ايكوال الماكس سايز ماينس 1 معناتها فول، راح ترجع عندي هاي هذا راح يرجع لي ترو. اذا كانت توب لا تساوي الماكس سايز ناقص 1 او اقل من الماكس سايز ناقص 1، فاذا ايش ترجع لي فولس، فبتكون لسه في مجال اني ايش اعمل بوش لاذر اليمنتس داخل هذه الستاك. طيب كويستشنز، مين في عنده اي سؤال كمان؟ اوكي راح اترككم مع هذا الكود، وي ويل ستوب هير، وراح اعمل ببلش للبرنامج اللي بيحتوي على هذا الكود and try to apply it and understand it. And if you have any question you can ask about any of these methods in the next class on Tuesday. Okay, thank you, this is for today. See you in, we will continue from this slide for the next lecture inshallah.